النادي الاهلي ان شاء الله دايما بخير يا سعد وكل رجاله النادي الاهلي. نكمل بقى يلا. في بقى ايه في ناس متصوره ان في كرات التانية عملت نادي القاره. مفيش اي قاره غير القاره الافريقيه والفيفا كله اللي هو ريال مدريد هم اللي عملوا نادي القاره. لكن اي قاره تانية ما عملتش نادي القاره. لكن رغم كده عملوا تصنيف للانديه بغض النظر عن نادي القاره ده، هو تصنيف حديث يعني. التصنيف ده كل التصنيفات مفيش اي تصنيف فيهم في النظام اللي هو بيرتب حسب الاقصى تتويجا اللي هم لقب بطولات يعني. أوكي. بيرتب يحط معايير خاصه بيه، معنى المعايير دي هي ايه؟ هم بيعتبر معايير وهنشوف المعايير دلوقتي مع بعض. معايير الاتحاد الاوروبي هتلاقي برضه يحط معايير نقط برضه. تمام. يعني اللي يكسب بياخد كذا، اللي يوصل لدور معايير نقط بالظبط كده. تمام. وهتلاقي برضه نفس الكلام ده في امريكا اللاتينيه. نشوف برضه كل الكلام ده موثق عشان احنا ودي الفرق بيننا وبين اي حد، ان احنا موثقين كل الكلام ده. لو كل كلمه بنقولها هنلاقيها مثبته. ادي دي معايير الاتحاد الاوروبي. تمام. وهتلاقي برضه معايير بعديها امريكا اللاتينيه، دي برضه تصنيف برضه تاكيد عشان شوف حتى البطولات. هتلاقي بطولات مثلا 10 5 5 5 ولا 3 7. فدي الفكره اللي هو عدد البطولات 5 5 3 7. البطولات مش المعيار، لا في نقط، بيبقى في نقط معينه مجموع نقط وفي الاخر اكبر نقط. دي الفكره بالنقط يا جماعه، مش بالبطولات خالص. تمام. وبرده امريكا اللاتينيه نفس الكلام، ادي ده معيار امريكا اللاتينيه. وفي جزء ماشي من كل القارات، يعني كل القارات نفس المعيار. تمام. معانا بقى هي كل بوينتس بالظبط كده بالظبط. وهتلاقي برضو اسيا، بس اسيا بيعمل يعمل تصنيف مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد يعني عندهم بقى هم الاتحاد السعودي، الاتحاد الاماراتي وهكذا. تمام. هم بيعملوا تصنيف للاتحاد مش للانديه. تمام. برضو عشان دي نقطه مهمه. تمام. والفيفا طبعا بيعمل تصنيف المنتخبات، يعني دي معروفه برضو، تصنيف بالمعيار يعني النقط تكسب كذا وتكسب فريق تصنيفه اول غير تصنيفه ثاني وهكذا. تفاصيل كتير جدا في الفيفا يعني. فكل الشاهم الكلام ده بقى كله ان احنا عندنا دلوقتي الفيفا والاسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه وافريقيا، كل الفرق يعني كل القارات كلها بتعتمد نفس المعيار. تمام. معايير اللي هو النقاط. مفيش اي قاره في الدنيا بتعمل حته البطولات دي، يعني احنا بنقول يعني ايه اللي يريحكم يعني، ما فيش اي حاجه بتعمل البطولات دي خالص. وحتى برضو في ناس يعني في كده في صوره شهيره كده يقول لك ان الزمالك نادي القرن طبقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. في ناس متصوره ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ده هو الفيفا، لا، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ده اختصاره اي اف اف اتش اس. كل اختصارات دي هو اختصار طويل شويه كده غير فيفا. يعني فيفا طبعا معروفه يعني، ما هي دي الفكره بقى اللي هو في ناس بتخلط. واصلا حتى برضو معانا وثيقه يعني اعتراف رسمي من الفيفا بينفي علاقته بالاتحاد ده نهائي. يعني في ولا علاقته بالاتحاد ده اصلا؟ اللي هو اصلا هو اتحاد غير رسمي يعني. ده يا جماعه الوثيقه اهي، دي اهو، ده موقع رسمي للفيفا. اوكي. يعني هو في حد بيسالهم ان هو هل ليكم علاقه، هل الفيفا بيعمل تصنيف للانديه؟ بيقولوا احنا بنعمل تصنيف بس للمنتخبات ومالناش اي علاقه بتصنيف الانديه ده. فدي ادي اعتراف رسمي للفيفا، وموقع الفيفا موجود اهو fifa.com. اظن معترفين بالاحصائيات اللي بيعملها اي اللي هو اي حاجه ثانيه. لان في ناس بتصورها برضه، وفي برضه في ناس بيقول اللي هو ايه ار اس 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 اف، برضه بيقولوا ان هو ايه علاقه بالفيفا، ملوش علاقه بالفيفا برضه خالص. برضه الفيفا ما بص من الاخر يا جماعه، يعني اي تصنيف تشوفوه الانديه تعرفوا ده تصنيف مواقع. مواقع بقى ايه محترمه ومواقع مش محترمه مالناش دعوه. المواقع دي تصنيف الفيفا، تصنيف فيفا ملوش غير المنتخب بس، يعني منتخب مصر، البرازيل، الكلام من ده. لكن الانديه ما فيش اي علاقه للفيفا بالموضوع. تمام. خلي بالكوا الوثائق اللي بيعرضها كيشو دي كلها موجوده، يعني اللي عايز يشوفها كل موجوده، كل حاجه يعني موجوده، مش وثائق، الكلام ده مش اي كلام او ورق فاضي يعني بالظبط.